سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ صحيحتكم مزيان؟ اموركم هي هذيك؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله، نتوما والناس اللي عزازين عليكم. اليوم البنات بغيت ندير واحد الصلصه، وهاد الصلصه البنات كان نخدمها في جميع يعني المسائل اللي كنبغي ندير لهم الصلصات، بحال مثلا في البيتزا، فمثلا في الطاكوس او في الشاورما، كتجي لذيذه البنات وصحيه. وكندير هذه معتمده عندي هذه مده ديال شي سنين ولا 7 سنين. علاش؟ حيت كانت البنيته ديالي ما كتبغيش تاكل ليا الخضره بزاف، وكنت كندير معاها الحيل باش تبقى تاكل ليا بحال هكا الخضره، كندخلها لها في يعني كاع مثلا في لي شوسون بحال اللي قالت، فحال طاكوس، فحال الشاورما، يعني كنديرها صوص اللي هي معتمده، واكثريه كنديرها في البيتزا بزاف، كتجي مزيانه البنات وصحيه ولذيذه ومن اروع ما يكون البنات. جربوها ما غاديش تندموا. عندي هنايا ما كنكثرش فيها مطيشه بزاف، حيت غادي ندير فيها واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره ما عمراش ديال لاصوص طوماط. وبالنسبه المنكهات يعني فحال دابا هادو الاعشاب المنسمه، يعني اللي بغى يدير معاها يطيبها انا شخصيا ما كنديرهاش معاها. بحال دابا بالنسبه كنطيب هاد لاصوص بكميه معينه، وكنحاول نقسمها ونخليها عندي بحكم الظروف ما تسمحش انك تبقاي كل نهار تصايبي هاد لي صوص، يعني ديال مثلا اللي غتكفاك واحد الاسبوع او لا. شوفي انت شنو بغيتي ديري خلال الاسبوع بالنسبه لوليداتك او لراسك انتيا والزوج ديالك او لعائلتك ولا البنيتك اللي كيبغيو يديروا مثلا بيتزا ولا هادي، مع يعني تديريها بكميه معينه وتتحاولي تخدميها. ودابا انا غنوريكم كيفاش غادي ندير لهاد لاصوص، كيفاش كنطيبها. وعاد كنخلي حتى كنبغي مثلا في بيتزا كناخد الكميه المعينه ديال لاصوص اللي غادي نخدم بها، وكنزيد عليها مثلا الزعتر او الازير او اللي بغيتوا البنات. شوفوا نتوما اللي كترتاحوا ليه في الاعشاب المنسمه. بالنسبه هنايا عندي خزوه كبيره تقريبا، ما كبيره ما صغيره، عندي كورجيت، عندي جوج مطيشات هانتوما تقريبا قد، عندي هنايا بصله ما كبيره ما صغيره، عندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم، وعندي حبه ديال الفلفله حمراء. هنا دول البنات نقطع بشكل عشوائي، غير هو خيزو البنات كنحاول نقطعو شويه رقيق باش ما يشدش ليا الطياب بزاف، خاصه نتوما عارفين بان القرعه والفلفله ما تيشدوش الطياب بزاف. وغادي نقطع حتى البصله تقريبا رقيقه البنات. وبالنسبه للطياب يعني غادي نطيبهم عادي بحال كنطيب شي حاجه تجيبي كاسرول تكون تقريبا قد هكا، حيت كل ما كانت الصحن اللي غطيبي فيه واحد الكميه معينه شويه كبير، كيساعدكم البنات ان كل شيء كياخذ حقه في الطياب. هنايا ماشي مشكل القرعه، حيت في الاخر كلشي غادي نطحنوا البنات، غير خزو حاولوا تقطعوا شويه رقيق باش ما يشدش لكم الطياب بزاف. البصله تنقطع بشكل عشوائي وصافي البنات هكا، حيت كلشي في الاخر غادي نطحنوها البنات. مطيشه كذلك بلا ما تصدعوا راسكم تحيدوا من الناس الدراري، حيت في الاخر غادي تطحنوهم كلشي ما غتبقى باينه حتى شي حاجه. الفلفله كذلك البنات كنقطع بشكل عشوائي، حتى هي وكنضيفها، كلشي غادي يتطحن البنات. غادي نزيد دوك جوج فصوص الثوم، هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات هنايا راه عندي مجده البنات الفلفله اللي كنديرها على شكل تحميره البنات. اللي بغى يشوف يدخل القناه راه غادي يلقى دايره الوصفه ديال هانتوما. البارح تقديت وغسلتها مزيان، طبعا نقردها ونديرها طيب. اللي بغى يشوف البنات الوصفه ديال التحميره يرجع للقناه، راه موجوده فيها.
ها انتوما البنات غادي ندير كاس العنبة او اي كاس عندك يكون قياس العنبة البنات، غادي نديرو معاها باش يلاه طيب ليا ديك الخضرة، وما غندير فيها لا ملحة لا بزار لا حتى شي حاجة، غادي نحاول نطيبها على عافية تقريبا مهيلة هانتوما البنات، نغطيها ونديرها طيب. ومن بعد البنات شنو كندير، كنقسمها وعاد ما كنزيدش صلصة الطماطم ديك الساعة ملي كنطحنها، كنقسم كناخذ القياسات ديالي اللي غادي نخدم بهم، وكدين فين ما كنبغي ندير شو حيت مثلا هذه الا مشيت درت فيها الصلصه ديال الطماطم ملي غنطحنها غتولي صالحه ليا غير البيتزا. وما انا انتم عارفين البيتزا كتبغي شويه لاصوص طوماط تجي ما محمضه ما والو، وصدقوني البنات شي خيز وكيعطي واحد الطعم رائع، هو وهاد الفلفله هذه كيعطيوها طعم رائع رائع رائع، كتجيكم لاصوص بنينه بزاف. ملي طيبوها البنات فاش غتقسموا ديك لاصوص مثلا طيبتوها بكميه كثيره بحال دابا هنا نقسمها على جوج حيت عندي كثيره شويه، غادي نزيد القياس اللي غادي نحتاجه في البيتزا، غادي نزيد فيه صلصه الطماطم تقريبا عشقه ما عمراش، ونزيد الملحه والبزار ونخليها حتى تعقد ليا ونخدم بها شنو بغيت نخدم بها البيتزا. بالنسبه للبيتزا البنات شي نهار ندير لكم العجين ديال البيتزا اللي عطيني خويا، حيت خويا تيدير الشيف ديال شيف دو كويزين في واحد لوطيل كبير في ايطاليا، هو عطيني هاد الوصفه ديال البيتزا ومعتمده عندي وناجحه معايا وكتجي زوينه اكثر من رائعه البنات. غادي ندير هاد الخضر ديالي طيب، ومن بعد غادي نوريكم شنو غادي نخدم بها، نتلاقاو من بعد البنات. من بعد ما وجدت لي الخضيره ها هي شوفوا كيفاش تجات، بقى فيها داك الماء الامانه البنات درت كاس ونص ديال الماء، زدت واحد نص كاس حيت قلبت شويه خيزو جاني باقي ما طابش باش يتطحن ليا يولي داك الشيء مطحون مزيان بحال لاصوب. غادي نطحن البنات، غادي نخدم دابا الماكينه ديال يعني الطحانه، وتفاد ديال الصوت ديال الطحانه غنطحن البنات هاد الخضر ديالي ونرجع باش نوريكم شنو غادي نزيد فيها، بقاو معايا البنات. البنات هنا رجعت ليكم، ها نتوما البنات ها هي ملي طحنتها شوفوا كيفاش جات. انا دابا غادي نكب عيني ميزاني باش غادي نشوف واش غادي نديرها كامله، غادي البنات نخلي منها شويه لحقاش جاتني كثيره، حيت خلال الاسبوع كنحاول ندير وجبات اللي هي خفيفه نظرا للخدمه، وهذا نخلي هاد شويه البنات حيت نبغي ندير الطاكوس البنات اولا الشاورما، كنحط واحد الكميه شويه كندهنوا بها داك الخبز ديال الطاكوس وكنخدم بها. نتوما نزيد شويه البنات، ها نتوما البنات ها القياس اللي خليت هذه كامله البنات. شنو غادي نزيد عليها، غادي نزيد الزعتر البنات واحد العويد نحكوه راه كلشي عارف، غادي نزيد البنات غادي نزيد البنات ملعقه كبيره ديال الزيت ولا جوج معالقات حيت هي البيتزا البنات كتبغي شويه الزيت البلديه بالحق. هنا البنات غادي نزيد واحد العشقه صغيره ها نتوما ديال لا طوماط كونسونطري يعني مطيشه الحك، ولا ما كانتش ماشي مشكل. هنا البنات ما غنزيد لا تحميره لا حتى شي حاجه، غادي ندير شويه ديال الابزار ها نتوما غادي نزيد شويه الملح، والملح على حسب الذوق ما تنساوش البنات باننا غادي نديرو الفخوماج وعاد لاباط بيتزا حتى هي مالحه يعني حتى هي درنا فيها مليحه باش عجناها. غادي البنات غادي نديرها طيب غير على ما تحيد لي غير داك الميه ديالها وتعقد لي شويه وغنوريكم كيفاش جات. صدقوني البنات راه كتجي غزاله وبنينه بدون نقاش،
انا دابا كنوكل بنتي خضيره بلا ما تحس بلا ما تعرف شنو كاينه في لاصوص. وهانتوما معايا البنات، ان فوا توجد غادي نوريها لكم كيفاش جات. البنات هانتوما هي شويه طابت ليا، هانتوما البنات شوفوا تبقى ديري بحال هكا حتى ما يبقاش شاد هكذاك الخط. وهنا البنات غنزيد داك المكعب ديال التحميره باش يعطيني شويه اللون. هاد التحميره اللي كنصايبها البنات راه اللي بغى يعرفها يرجع للقناه، كنزيدها حتى الاخر باش كتعطيني اللون البنات والطيبه. صدقوني البنات راه كتجي زوينه ورائعه البنات، ونتمنى انكم تجربوها البنات. ها نتوما البنات كنبقاو تدفعوا فحال هكا ما كيبقاش يبان لكم الخط ديال الماء، ها نتوما كتوقف وكتجي رائعه زوينه البنات، راه ما كيحس بها حتى شي واحد بانها راه هي خضره. وها هي البنات الفليفله ديالي كطيب باش ملي تسالي نطحنها. البنات اللي بغى يشوف الفيديو ديال التحميره يرجع للقناه. البنات انا غادي نطفي عليها تبرد شويه وانا معاكم. البنات ها هي وجدت ليا، ها نتوما شوفوا البنات ما كتجيش ما كديريش داك الخط وكيتبعك الماء. الصراحه غير جربوها راه كتجي اكثر اكثر من رائعه. ها نتوما البنات راه غدير ليا وحده كبيره، يعني الحجم ديال هاد الغطاء هذا. هذا البنات هذا ديال الفران اولا الدائر اللي خوف، يعني راه كتجيني كبيره البنات وكت يعني كت عائله، يعني كتتوكل كتشبع. البنات بالنسبه هنا غنحط نكب لكم شويه باش تشوفوها. شوفوا تبارك الله شحال خرجت ليا. ها هو الشكل ديالها البنات. وها اللي بقى ليا اللي ما زدتش عليه لا عطريه لا داك الزعتر لا حتى شي حاجه، نخليها احتياط. ربما ندير بها طاكوس اولا نقدر ندير بها بيتزا اخرى اولا نخليها حتى نحتاجها، حيت بعض المرات راه حتى الدجاج ولا هذه كتزيدي تبغي ديري ليه صلصات ولا. ها نتوما البنات دابا غادي نغطيها ونديرها في، يعني سد عليها. البنات هادو ديال الزاج راهم مزيانين تيدارو حتى في الكونجيلاتور ما كاين حتى شي مشكل. ومن هنا البنات كنقول لكم بكل صدق غير جربوا هاد الصلصه، صحيه وزوينه وكتجيب بيتزا بنينه وخا تكثري منها ماشي مشكل. لا انت الغرض عندك ماشي انك تدهني ديك لاباط بيتزا، الغرض انك الوليدات اولا انت براسك اولا العائله يستافدوا من هذه الكميه ديال الخضر اللي كاينه هنا. وبصحتكم البنات وراحتكم، ونتمنى اننا نتلاقاو في فيديو جاي. ومن هنا كنشكر البنات، نوجه الشكر الجزيل للمشتركات اللي عندي في القناه والناس اللي كيضافوا بشكل جديد، وكنقول لهم ما تنساوش تديروا عدد كثير من اللايكات وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. واللي ما مابونيش يتابونا فضل ماشي امر تزاو خاطرك. واحبتي في الله استودعكم الله، والى فيديو قادم ان شاء الله، ونتمنى انكم تكونوا بالف بالف خير، والى الملتقى.